بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أقام الله الكون على الحق، والحق بين الناس هو الامتحان الأكبر من الله لعباده. الحقوق متبادلة، وكما يقول الإمام علي سلام الله عليه: إن الحق لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. الحقوق بين الناس هي متبادلة. الإنسان عادة عند مراحل حياته، مرحلة الجنين من حيث الزمن محددة نوعا ما، هسه شوية أقل، كم ساعة أكثر، بالنتيجة يقولون 9 شهور 9 ساعات 9 دقائق. وقد يولد الطفل في الشهر 7 أو في الشهر 8. مرحلة الطفولة هذه مرحلة حقوقها على الناس جميعا. الطفل مو فقط حقه على والديه، طبعا حقه على والديه معين محدد، لا يجوز للأم أن تقصر في حق طفلها، لا يجوز للأب أن يجوع ولده. مو ملك الأبوين، الطفل ملك الله. ومن ثم فإن حقوق الأطفال على الأمة وعلى البشرية حقوق حقيقية يحاسب الله عليها. يعني إن كان هنالك طفل في غابات الأمازون يعاني من نقص في التغذية، وأنت بطريقة أو أخرى قادر على أن توصل إليه الطعام ولا تفعل، فإن الله يحاسبك. الأطفال بحسب الفطرة البشرية، كل إنسان في فطرته يعرف أنه مسؤول عن الطفل. وأنت تمشي في الشارع أحيانا تجد أن أحدهم يظلم طفلا، وجدانك يثور عليك: افعل شيء، دافع عنه، هذا طفل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع صوت الحسن أو صوت الحسين يبكيان يقول: يا فاطمة أسكتيه، فإن بكاءه يؤذيني. ويؤذي رسول الله، يعني يؤذي الله، يعني يؤذي الكون. هو الطفل طبيعي يبكي، بس يبكي لأنه عنده حاجة، يبكي لأنه جوعان، يبكي لأنه عطشان، يبكي لأنه يعاني من مرض، فلازم تلحق عليه. الخبراء هذه الأيام يقولون أن أحد أسباب أن بعض الرجال عندهم عقدة الحقارة يرى نفسه أحقر من بقية الناس بسبب الأيام الأولى
التي ولد من بطن أمه وكان يبكي وما كانوا يلحقون عليه. هي صار عنده عقدة نفسية. طبعا ما يحتاج أنه يقرأ كتب في علم النفس، لكن مجرد أنه يشعر بحاجته ولا تلبى هذه الحاجة. اليوم في الأمم المتحدة، من منظمات الأمم المتحدة اليونيسيف. شنو هاي المنظمة؟ هي منظمة للدفاع عن كل طفل مظلوم، حسب المنشور اللي في مسألة اليونيسيف. والأمم المتحدة كلها، الأمم والشعوب يساعدون هذه المنظمة، تهتم أو لا تهتم. بالنتيجة الطفل إلى فت حق معين، حق على البشرية جمعاء. الطفل يولد بريئا، كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواهما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الطفل بريء، لا يجوز لأحد أن يظلم طفلا. لتقول مثلا هذا الطفل أبوه مو متدين، أبوه كافر، أبوه زنديق، بس ما له دخل في طفله. أتذكر أيام كنت في بعض الليالي أجيب قصص لأولادي وكانوا صغارا. يوم اللي أوصل إلى قضية الخضر وموسى الذي قتل ذلك الطفل، كنت أتورط شلون أبرر طفل قتله الخضر. وبين فيما بعد السبب، وهو نبي من أنبياء الله لا يعصي الله ما أمره. بالنتيجة عمل عمل مرضي عند الله. الآن يمكن يجي تساؤل في بالك، صدق ليش هذا قتل هذا الطفل؟ كان بريء. لو أن أحدا في زمن أيام اللي كان الطاغوت في العوجة، طاغية بغداد، كان في العوجة ولد طفل صغير في ظاهر الأمر بريء، وإن كان الرجل كان خبيثا منذ طفولته، لكن واحد عرف أن هذا راح يكون صدام ويذيق العراقيين مر الظلم ويقتل منهم مقتلة عظيمة، يدمر وطن بأكمله، عرف أن هذا سيكون هذا الرجل وقتله، فإن جميع العراقيين كانوا يشكرونه، أحسنت، خلصتنا من فرد الطاغوت. فأرد أقول الطفل بريء، وعلى جميع الناس أن يرعونه. يقولون إذا أرادوا أن يذلوا رجلا يوزون، يدفعون امرأة حتى تهينه، فإذا هو أراد أن يهينها يقولون يا أبو عيب هاي مرأة، هذه امرأة، يا بس سبتني، حتى لو سبتك. الإمام علي قال لا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمنا أعراضكم، مرأة. لكن إذا كنت تريد تذل المرأة ادفع إلها في الطفل. الطفل ممكن يأذيها، يمكن يضربها بحجر، بس هي ما لحقت أذي، لأن طفل، للطفولة كرامة معينة عند الله وفي وجدان الإنسان وضمير الإنسان وفطرة الإنسان، أن للطفل حقا على جميع الناس، ولأن الكون قائم على الحق وحقوق متبادلة. بالنسبة إلى الطفل، يوم اللي ألحق على أبوه وأمه ماكو حق من الأب والأم على الطفل، بس يوم اللي يكبر، شوفوا احنا عندنا مرحلة الطفولة، حق الطفل على الجميع وليس عليه من حق. لكن يوم اللي يصير شباب وأبوه شوية يكبر، أبوه يصير كبير، المعادلة تختلف. حينئذ الطفل لازم يرعى أبوه، الطفل لازم يرعى الأب، لأن المعادلة تغيرت. إذا صار الأب كبير أو الأم صارت كبيرة، فإنه ليس من حق الولد أن يقول لأبيه أو أمه أوه. أوف يعني شنو؟ ولا تقل لهما أوف، أقل من هاي الكلمة ما عندنا إلا معنى. هاي الكلمة إلا معنى أوف،
هسا واحد يقولها طويلة وعريضة، واحد يقول أوف، أمة تقول لفرجي أوه هاي أوه، نهى الله عنها ولا تقل لهما أوف. زين، في عند العرب أكو شيء اسمه كنية، اسم ولقب وكنية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيته ماذا؟ أبو القاسم. الله الإمام علي أبو الحسن، أبو الحسين أبو الحسنين، فاطمة الزهراء أم الحسن. الإمام الحسين شنو كنيته؟ أبو عبد الله. الإمام الحسين كان يسمي كل أولاده عليا. حينما كان بنو أمية لعنة الله عليهم يشنون حرب إبادة ويحاربون اسم الإمام علي، الاسم كان ممنوع، حتى معروف أن الحجاج اللي كان يحكم من جنوب العراق كان والي من قبل الأمويين، شاف لفت شاب بالطريق قال له شنو اسمك؟ هذا تورط اسمه علي، لكن علي ممنوع. قال له إن أبوي ظلماني فسموني عليا. قال إي والله ظلموك، سموك علي. زين، سمى ولده علي والثاني علي والثالث علي والرابع علي 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 علي. مروان بن الحكم يلتقي بعلي الأكبر، ما اسمك؟ يقول علي. ابن من؟ ابن الحسين. أخوك شنو اسمه؟ علي. أخوك الآخر؟ علي. قال إن أباك لم يجد اسم إلا اسم علي يخلي على أولاده، فنقل علي الأكبر كلام مروان إلى أبيه، فقال الإمام الحسين والله لو رزقت بمئة من الأولاد لسميتهم جميعا عليا على الرغم بني أمية. الابن الكبير للإمام الحسين علي، الثاني علي، الثالث علي. لكن ليش الكنية مالت الإمام أبو عبد الله؟ عبد الله طفل عمره 6 شهور. السلام عليك يا أبو عبد الله. الكنية المعروفة للإمام أبو عبد الله. طبعا العراقيين يطون شاي يقول شاي أبو علي، ماي أبو علي، طعام أبو علي، كله أبو علي، لكن بشكل عام في العالم اسمه أبو عبد الله. ليش؟ شوفوا إخواني، الإمام الحسين خرج مع أصحابه ومع شبابه ومع إخوته، كان يمكن بني أمية يبررون مقتل الحسين وأصحابه وأولاده، يقولون تمرد واحنا خفنا، سلطة قائمة خافت على نفسها. الآن هذه السلطة القائمة مترامية الأطراف، 70 دولة تملك جيش عدها وعاد السلاطين عدها، وبعدين بويع يزيد بن معاوية مرتين على قضية البيعة اللي بعض الأجلاف يقول لك كانت بيعته شرعية. لعنة الله على يزيد وعلى أبيه وعلى جده وعلى من يبرر له وعلى من يترحم عليه. يزيد بن معاوية بالظلم والطغيان والعدوان والسيف والذهب اجي صار حك. الآن يقول لك احنا عندنا حكومة وفد واحد ما بايعنا متمرد، اسام جاي الى مدينة الكوفة واحنا خفنا قتلناهم. بس عبد الله الرضيع شنو كان تبريره؟ شنو تبريره؟ جريمة كاملة. صدام قتل الكثير من العراقيين، يقال أنه قتل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة 2 مليون من الناس، شن حربا مع دول الجوار، حرب مع شعبه بالسجون إلى آخره. هذا كل سوال، ليش حاكموا في قضية الدجيل؟ لأن عناصر الجريمة كانت متكاملة. اللي قتلوا ما راحوا بالقبور ما موجودين، بس أكو قسم من الناس اللي كانوا موجودين اللي عذبوهم اللي عملوا بيهم اللي إلى آخره. عناصر الجريمة في قضية عبد الله الرضيع كانت متكاملة. ليش؟ طفل عمره 6 شهور،
بحضن أبوه عطشان جوعان، أبوه جاي يطلب إله مي. شنو التهديد اللي كان يمثله للدولة الأموية؟ شنو التهديد اللي كان يمثله عبد الله الرضي؟ يا بد اطي مي من اطي. شوف التاريخ يقول الإمام الحسين كان إذا يريد القتال يركب الفرس، وكان إذا أراد أن يعظ القوم يركب الناقة. هم عنده ناقة؟ لأن الناقة أرفع، وهم عنده فرس. يوم اللي يريد يقاتل على الفرس، يوم اللي يريد يعظ فعلى الناقة. عبد الله الرضيع يوم اللي شال على ياه من عندهم كان قاعد الإمام الحسين. شوف أحياناً طفلك يوقع من الدرج وانت خايف عليه، تخاف عليه تموت، انه يموت، فتركض بسرعة تاخذه وتركض. الحسين خرج حافيا، ما ركب على الفرس ولا على الناقة. جاءته زينب: يا اخي ان هذا جف اللبن في محالب امه، يعني هم جوعان وهم عطشان، اطلب له من هؤلاء القوم ماء، اطلب ماي. الحسين أخذه وغطاه تحت عباءته. ليش؟ خوفا من الشمس، طفل صغير. يا إخوان كلكم تعرفون الآلات اللي تستخدم للأطفال خاصة، يعني الأبرة خاصة للطفل، ما يستخدمون الأبرة اللي يستخدموها للناس، مع أنه الكبار حتى الأبرة مالاتهم ما تأذي، مو سهم، أبرة، لكن للطفل لأن جلده ناعم طفل وضعه يختلف. زين، يغطي الإمام الحسين على ولده عبد الله الرضيع ويأتي. الجماعة قالوا شنو شايل وياه؟ جاي مبين في شيء شايل. بعضهم قالوا القرآن، يريد يحلفنا بالقرآن. كل واحد قال فري شيء. ثم كشف العباءة، الغطاء كشفه. قال: يا قوم أنا أقاتلكم وتقاتلونني، إحنا نقاتل بعضنا، احنا رجال، لكن شنو ذنب هذا الطفل ان يكون عطشان؟ خذوه واسقوه، انتوا اخذوه. لا يكون واحد يقول اوه الامام الحسين كان يريد هو يشرب مي، خذوه واسقوه، فقد جف اللبن في صدر امه. تدري الامام الحسين ما كان عزيز النفس، هيهات من الذله، لكن هنا لأن القضية ترتبط بروح، أنا وأنت أيضا مسؤولين. يوم من الأيام تشوف روح فرد واحد في خطر لازم تهتم به. روح هذا الطفل كانت في خطر، كان على وشك أن يموت عطشا، لذلك كانت رقبته تتل هالشكل يمنى ويسرى، تصير تتلوى رقبته، ده يموت من العطش. بس يقول ما نعطي ماء، يموت من العطش خلاص. كلش يقولون جاب طفلة وما أعطوه ماء، مات من العطش. لكن الجماعة كما قلت كانوا يتفننون في الجريمة. بني أمية جماع الجرائم. ما أعتقد في التاريخ جاء قوم وعشيرة وقبيلة نجسة من بدايتها إلى نهايتها، وجميع حياتهم جريمة وجرائم حق كل الناس. يعني حتى في حلف الفضول الذي صنعه النبي قبل بعثته بني أمية ما اشتركوا. شنو كان الحلف؟ أنه إذا يجي فد واحد حاجا إلى الكعبة وصار بمشكلة، صارت عنده مشكلة كذا، الجماعة كلهم يساعدوا. هذا حلف الفضول. بني أمية ما اشتركوا لأن هم اللي كانوا المجرمين، هم اللي كانوا يرتكبون الجرائم. يعني من الجاهلية إلى الإسلام إلى النهاية، الشجرة الخبيثة في القرآن الله يسميهم هذا الاسم، عندها جذور، مو واحد واثنين، قبيلة متآمرة. أكو استثناء؟ نعم، بس القانون بالنسبة للجميع. ده نحكي أكو من بني أمية أشخاص كانوا طيبين، إي نعم، مقاتل الطيب طالبيين أبو الفرج الإصفهاني، إصفهاني هو من بني أمية.
لكن بشكل عام بني أمية مجرمين، قبيلة مجرمة. زين، الإمام الحسين جاء وطلب الماء، فالقوم اختلفوا فيما بينهم، يا بخل نعطيه مي، إيش قد يحتاج إلى مي الطفل الصغير. في أيام الأتراك أرسلوا واليا إلى النجف، هذا الوالي مو من شيعة أهل البيت، فقرأ في التاريخ شنو هذول الجماعة، منو تاريخهم، شنو كربلاء وين، نجف وين، قبر منو. فجاي إلى النجف متسلط من قبل محتل الأتراك، أكو قام يصادر حقوق الناس النجفيين، أراضيهم يصادرها، أملاكهم يصادرها، أموالهم يصادرها، كان يظلم. من جملة فرد واحد هو يظلمه، راح يم قال ترى إذا أراضي اللي صادرتها مترجعها علي أشتكيك عد علي. قال راح أشتكي، راح أشتكي عد علي. إجا توسل بالإمام علي يوم يومين ثلاثة ما صار. فدي يوم شافه بالطريق الوالي، شاف هذا الرجل قال صاحبك ما سوى لي شيء، هو يتألم، شاف القضية وصلت إلى اتهام الإمام علي أنه ما يقدر يسوي لشيء. فجاء عند الإمام قال يا أمير المؤمنين هذا مو ضدي أنا، ضدك أنت، لأنه إحنا من شيعتك ده يظلمنا. وبعدين اليوم خجلني في الشارع أمام الناس، بالليل شاف الحلم الإمام علي، يا أمير المؤمنين سوي له فرد شغلة. الإمام قال له ما نسوي له شيء، ليش؟ هذا إله حق علينا. الإمام يقول ما سوي له شيء، هذا إله حق علينا. شنو حق يا أمير المؤمنين؟ الإمام قال أن هذا في مجيء من بغداد إلى كربلاء مر بنهر الفرات وشاف هذا الماء يجري كبطون الحيات مثل ما يصفون، فتذكر أن بني أمية قتلوا عبد الله الرضيع في كربلاء، مع نفسه قال إيش قد كانوا لؤماء، هل قد أكو مي والطفل ما يحتاج إلا إلى قطرتين من المي، مو أكثر من هذا، ملعقة صغيرة، فدمعت من عينه قطرة، فله حق علينا ما نسوي له شيء. من الصبح راح عند الوالي قال له ها جايب لنا خبر، قال لي ايه جبت لك خبر، علي ما يسوي لك شيء، وجاب القصة. الرجل يدري بنفسه ما حد عرف هذا الشيء من عنده، وإنما هو وحده مع نفسه هاي القضية صارت وياه، فعرف أن القضية صحيحة وأرجع إليه أمواله واستقال من منصبه ورجع إلى الأستانة، رجع إلى اسطنبول. زين، أقول الجماعة كانوا لؤماء، وقطرة من دمعة من عين يجعل حقا لك على علي، لأن عبد الله الرضيع إلى قضية خاصة. أصغر شهدائه كربلاء عمرا وأكبرهم مقاما وتأثيرا في التاريخ، على التاريخ عبد الله الرضيع هو الذي أسقط إمبراطورية الشر، إمبراطورية بني أمية، عبد الله الرضيع، لأن البقية كانوا يقدرون يبررون مقتلهم، لكن عبد الله الرضيع ليش، هذا ليش قتلته، ما قدروا يبررون مقتل عبد الله الرضيع لأقوامهم لجماعتهم، ما قدروا. بعدين أنت شايف ما بين الدول عادة يصير معاهدات، يكتبون أوراق صفحات كذا، لكن إذا هذه الأوراق ما يكون تحتها توقيع ما لها قيمة، مهما كتبوا توقيع مهم، توقيع الحسين كان عبد الله الرضيع، صحيح كان صغير. على فكرة عبد الله الرضيع اليوم خمو رضيع، تدرون عمره الآن كم؟ 1385 وست أشهر من حينما قتل، وأطفال المؤمنين تحت رعاية إبراهيم الخليل في عالم البرزخ،
ما بقي طفلا. عبد الله الرضيع سلام الله عليه هو من أكبر الشهداء مع أنه كان من حيث العمر صغيرا. وطريقة مقتله طريقة الإمام الحسين في مقتله. صار خلاف بين القوم، خذوه واسقوا. جماعة قالوا لا، من يسقي؟ لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، قضوا عليهم كلهم. طفل ولد بس على كل حال هذا هم لازم يروح وياهم. صار اختلاف. عمر بن سعد لعنة الله عليه، ترى الإنسان في داخله أكو ملاك، في قلبه أكو ملك قاعد، وقاعد أيضا في الطاغوت في الشيطان. بس شوف الشخص يستجيب لمن. عمر بن سعد في البداية صار عنده تردد يدخل كقائد جيش يحارب الحسين أو لا، لكن يوم اللي بدأ القتال لا، استجاب للشيطان إلى نهاية حياته. استجاب للشيطان، قال له لحرملة. حرملة كان قائد قوات النبالة، مجموعة من النبالين، هذا واحد من عندهم رئيسهم. قال اقطع نزاع القوم، أخذها. حرملة عرف يعني شنو، قال أرمي الوالد أم الولد يا هو أرمي. قال ألا ترى بياض نحره، مو هذا رأسه الشكل يسقط، فبياض نحره يبين. ألا ترى بياض نحره. هو يوم اللي حاكم المختار قال لك قلبك ما رق لأحد؟ قال نعم، أراد أن يرق لعبد الله الرضيع، أراد، لكن خليت السهم في وسط القوس ورميته. وتعرفون السهام كانوا صانعيها لقتل الرجال، سهام الكبرات مو لقتل الأطفال. فذبحه من الوريد إلى الوريد، بقى راسه متعلق بالجلد بالجلد. زين الحسين شو يسوي؟ أنا أعتقد الإمام الحسين هنا احتار. شلون يرجع الأمة؟ شو يسوي؟ غطاه تحت عباءته. يقولون بعض الأوقات كان يغطي تحت عباءته، بعض الأوقات يشيله طالعة. شايف أحياناً فرد دجاجة تذبحها شوية تفرفش تفرفش، بعدين شوية تسكت، مرة ثانية تفرفش تفرفش. كان عبد الله الرضيع كان صائر بهذه الحالة. شوية تحرك الإمام الحسين يفتح يشوف له مذبوح، هذا هو رأسه معلق. فجاء إلى أختي زينب وقال خذيه، أعطى الجثة لزينب ومد يده تحت رقبة الطفل حتى إذا امتلأ دما. والطفل ايش قد بيدم في جسمه، مو هواية. بس شوف الطريقة اللي سواها الإمام الحسين حتى مثل النساء. ليجي فاح واحد بعد مدة يقول يا أبا خلص القضية راحت قبل ألف وكذا سنة، لا مثل انتي هذه عندنا. فأعطى ولده لزينب وأخذ الدم ورماه إلى السماء، اللهم لا يكن عندك أهون من فصيه. يا رب أنت تعرف قيمة الطفل، يا رب أنت دمرت أم بأكملها لأن واحد من عدم ذبح الأم. فالناقة الفصيل صار ما عنده طعام، ما عنده حليب. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بعدين التفت إلى السماء، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. رضاك في هذا أعط، رضاك في مقتل العباس أعط، رضاك في مقتل علي الأكبر أعط، رضاك في مقتل هذا الطفل أعط.
تعرفون قتل في حضن الإمام الحسين 3 من الأطفال في يوم عاشوراء، مو طفل واحد، 3 أطفال قتلوا، واحد عبد الله الرضيع، واحد علي الأصغر كان عمره 6 سنوات، آخر لحظات حياة الإمام جاء وجلس باب الخيمة وقال لأختي جيبي حتى أودعه، جاب ديلات طفل صغير يريد يودعه، وإذا بحرملة شاف هنا أيضا رمى الطفل وقتله، هذا الثاني. والثالث في أواخر لحظات حياة الإمام، أواخر لحظات حياة الإمام، ابن الإمام الحسن أقل عمرا من القاسم، هذا واقف في باب الخيمة، طبعا خيمة يعني معركة قائمة، فهو واقف ويا أمه إيده بإيد أمه، شاف الحسين سقط واحتوشه القوم، الحسين شجاع، تعجبت منه ملائكة السماء، لكن يوم اللي سقط على الأرض هذول أحيانا شايف بعض الذئاب إذا الضحية سقطت شلون يتجمعون عليه، جمعوا على الإمام الحسين، ففلت من يد أمه وانحدر نحو المعركة، إجا عند الإمام الحسين ورمى بنفسه على جسد الحسين، أكو واحد بيده سيف يريد يضرب الحسين، شافه قال يا ابن الخبيثة أتقتل أمي، عفوا يا ابن الخبيثة أتقتل عمي، عمي تريد تقتله، فبدل ما يضرب الإمام ضربه وقطع يده، قال عماه قطعوا يدي، قطعوا يدي يا عم، قال اصبر اصبر مثل ما احنا صبرنا انت عم اصبر، ثم ذبحوه في حضنه. لكن عبد الله الرضيع يختلف، يعني حقيقة مسألة عبد الله مثل ما قلت، شوفوا انتوا عبد الله الرضيع الحسين الوحيد الذي دفنه من الشهداء هو عبد الله الرضيع، البقية ما دفنهم، ما كان وقت عنده، كان يجيب الجثة يخليها مع جثة الآخرين، العلي الأكبر خلاه، العباس فقط اللي ما حمله، وهذا من طلب العباس، وأيضا القاسم جابوا مدته ما بين أخوته ما كل يقرب. لكن عبد الله الرضيع حفر له بجفن سيفه قبرا صغيرا خلف الخيمة ودفنه في ذلك القبر، والوحيد الذي دفن في معركة كربلاء. زين، صار يوم 11، الجماعة يردون يطلعون، فبدأوا بالطبول، يدقون الطبول، يرقصون، وإذا بالجيش توقف. عمر بن سعد سأل ليش الجيش توقف، قال والله كل قوم اللي جايين عندهم الرؤوس، جاءت فلان قبيلة 16 رأسا، فلان قبيلة 10 رؤوس، فلان قبيلة، أكو قبيلة واحدة ما محصلة رأس من الشهداء. أنا حقيقة بعض الأوقات أفكر شنو كان في قلبهم يجري في قلوبهم، يعني حقد على من؟ على رسول الله وعلى ذريته؟ قبيلة ما تروح ما تمشي تريد رأس، يابا يا جماعة وزعوا بعض الرؤوس عليهم، ما قبله، يردون جائزة، املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، جاي يريد جائزة، حق شنو كانوا جايين؟ حق الدنيا، مش قد تعطينا جائزة؟ عمر بن سعد قائدهم إلى آخر واحد من عندهم يدور له جائزة، جاي على حثالة الدنيا، وقضوا على دينهم ودنياهم وآخرتهم. على كل حال واحد من عندهم تذكر، طالع الرؤوس شاف كل الرؤوس موجودة بس الرأس هذا الطفل ما موجود على الرماح، قال ترى يا جماعة أكو فرد رأس بعدما مقطوع، ودلهم على مكان قبر عبد الله الرضيع، حفروا القبر وأخرجوا جثته الصغيرة وحزوا رأسه ووضعوه على رمح طويل فتحركت القافلة.
وحينما جاء الإمام زين العابدين ليدفن الجثث، جثة عبد الله الرضيع أيضا كانت على الأرض 3 أيام، فوضع جثة عبد الله على صدر الحسين. ليش؟ أولا لتعلق الحسين بولده، ثانيا حتى أنت يوم اللي زور الحسين زور عبد الله الرضيع وياك. وعدنا زيارة السلام على عبد الله الرضيع ابن الحسين الذي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام عليكم سيدي الإمام الحجة سلام الله عليه، يقول الذي قتله حرملة بن كاهل الأسدي يلعن حرملة وذويه المتعلق به، اللي متعلق به حرملة أيضا يلعنه الإمام صاحب الأمر. فدفن عبد الله على صدر الحسين في حرمه في مكانه سلام الله عليه. على كل حال نحن نرجو من الله بحق عبد الله الرضيع، وهو باب الحوائج يقضي حوائج الناس، اطلبوا حوائجكم منه، وأول حوائجنا منه ومن أبيه ومن شهداء كربلاء أن نحشر معهم وفي درجتهم إن شاء الله يوم القيامة، نكون وياهم في درجتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله يا مهدي حجة الله يا فرج الله، فرج الله يا مهدي حجة الله يا مهدي علي علي عجل اللهم خلي داوي اللطمة، عجل اللهم